يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ما معنى فليس دونك شيء؟ القرب، معناه القرب من عباده، أنه قريب من عباده مع علوه، فهو قريب في علوه، علي في دنوه، علي في دنوه، فهو قريب من عباده وهو فوق مخلوقاته عز وجل. يقول فمعنى ليس دونك شيء يعني ليس أحد أقرب منك إلى عبادك، نعم، مع علوه سبحانه على عرشه، أنه جمع بينهما، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، نعم.